أكيد مر عليك الأبطال الخياليين اللي دائماً نشوفهم بالأفلام، اللي عندهم قدرات وقوة خارقة. هذا بطلنا، وبطلنا مو واحد منهم، لكن بطلنا سوى شيء تعدى حدود الخيال وغير العالم كله. بدت قصة بطلنا عند هالنخلة اللي خلته يسأل نفسه، كيف هالنخلة تستخلص الماء العذب فقط من بين كل هالرمال؟ هالسؤال شغل باله كثير، وابتدت معه رحلة البحث لاكتشاف السر، وأخيراً لقى الإجابة. ولكن هالإجابة خلقت سؤال جديد، كيف ممكن نصير مثل هالنخلة ناخذ الماء العذب من الطبيعة بدون ما نترك بصمات التلوث؟ وكان هذا حلمه، إنه يستخلص الماء العذب من أكبر مصدر للمياه في العالم، البحر. وبالفعل قدر يحقق حلمه، وقدر يخلي وطنه أكثر بلد في العالم إنتاجاً للمياه المحلة. الصحراء البست اللون الأخضر، والبيئة قدرت تأمن الطاقة بنفسها لنفسها. والإنجاز ما وقف هنا، استفدنا من كل قطرة ماء، بنينا حضارتنا وصنعنا ابتكارات جديدة. وهالمعرفة والخبرة ما وقفت عندنا، نقلناها للعالم كله. وبطلنا في مثل أبطال كثير يعيشون بيننا، قوتهم الحقيقية إنهم يحلمون ويحققون، وبأحلامهم يغيرون العالم.